بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. حالة خطرة يوصل لها ماطور المي أو ماطور المبردة هو تآكل الكورات، الكور هناية أو الكور هنا الأمامي، أكثر شيء الكور الخلفي هناية. الحالة عندك راح يصير عندك الصوت مات الماطور يصعد وينزل يصعد ينزل، يعني لأنه الدوران مات الروتر دوران غير منتظم، يعني مو سنتر. هذا ينتج مني ايش؟ من تلف البول بيرن وعدم تبديله، او عندك الجبنه منها تقوم الجبنه، يعني تتلف الجبنه تذب مي يعبر على البول بيرن ويسوي لك المشكله. شلون تحس بيه؟ لاحظ هسه بدايه التشغيل مالته، اسمع الصوت. هاي الحالة كلش خطرة، راح نفتح الماطور وياكم ونشوف شنو السبب مالته وشنو العلاج مالته. طريقة الكشف عنه، نحرك لي فوق لي جوا، نشوف هذا ما بيه شيء الأمامي الخلفي، إذا تسمع أكو حركة، فإذا الجهة الخلفية هي بيها مشكلة، فراح نبدل له الشبنة مالته لأن هو الشفت ذاب مي زنجار. ونشوف الحالة. من الدلائل اللي تعرف بأنه هذا الكور تلفان، لاحظ يخرج مباشرة، يعني هذا ما يصير، لاحظ. بينما هسه إذا أجيب الكور آخر، طبعا هيج حالة إما تبنيط من ناية، بس هذا شفته تعبان، فعندي أنا مستعمل غيره، راح أبدل الهياء وشوف. لاحظ شلون، لاحظ الدخول ماله صعب يدخل بسلاسة. بعدين هذا الكور زين، نجي تلاحظ شلون حتى الصوت مالته راح يختلف. هسه راح نضبه ونكمل وياكم، راح نشغل وياكم ونشوف الفرق. لاحظ الفرق، راح حتى الصوت وصار الماطور ناعم. فهاي الحاله ترى كلش خطره تحرق الماطور. تحياتنا لكم وشكرا لكم.